مجتمع. إيه الشيخ مجتمع. مجتمع عشان برضو كمان ممكن يودعهم. ممكن. ولا؟ ما أدري والله شكله أبو لبن جالس يقص لهم قصيدة. وش ذا الشيء طيب. الشيخ اللي ما عنده لا شاي ولا قهوة ولا ضيافة. الله لا ينقذ نفسه. حياة الفقر. وش رأيك؟ نبي ناخذ واحد منهم بس. واحد؟ إيه. وين تبي تروح؟ أبغى أروح نمني. ليش تبي تروح نمني؟ كذا. ليش؟ قلبي يقول. ودك من نمني ها؟ طيب ناخذه معنا ولا ناخذ واحد ثاني؟ كيفك؟ أنت بتروح نمني؟ طفشت من البرنامج؟ لا. زهقت؟ لا. ليش تبي تروح نمني؟ تقول بنروح قلت يلا. تبي تخصم علي؟ لأن أنا أحب أبو نايف. أبو نايف ما راح يقدم. لا بس أبو نايف. لأنك تحب أبو نايف؟ فرصة سعيدة روح أنت نمني. وين؟ نمني روح. وين؟ روح أي مكان أنت نمني خلاص. وين نمني؟ روح نمني أنت نمني حبيبي. طيب متعب ثايب بما أنه طلب. فهو أول واحد في النمونية. بيض الله وجهك. متعب حظ أوفر إن شاء الله. وهذا حجار للشيخ. وجهك. والله طلب يعني موضوع مرة بسيط. والله أشكرك على البساطة. شكرا. والله شكرا. أسهل مساعدة. الحين يروح صح. يعني ما أدري. ما أدري. ما أدري. في أنا أتوقع الأكل اللي يتوكلونهم يسبب عندهم سوء فهم. سلطان صباح يقول. لا ما اللي يروح معك نمونية يعني.